لأحد الأخوة وسام جاسم، وسام برسالته يسولف إنه هو كفيل الواحد، وبعدين الفلوس تسددت، وبعدين انكتلت بته، وهذا اللي يقول متنفذ والمكافحة مالت المنطقة وياه، وهذا يقول متنفذ يقول أنا بالتيار الصدري. حصلوا لي وسام خلفتين قصته. نعم أستاذ نجم. وسام شلونك؟ حبيب أستاذ نجم بارك الله بيك. وسام انطيني اسمك الكامل وين ساكن؟ وسام جاسم محمد بغداد. وسام شنو قصتك؟ أستاذ نجم أنا كفيل إلى أحد شخص من صديقي، والصديق اللي كفلته شرد بال 2019 بشهر الواحد، وشرد المبلغ 7 دفاتر. أنت كافل بسبع دفاتر؟ الولد من شرد برا 4 أشهر كضيته قال جيب لنا إياه، وبهاي الأربع أشهر أنا خذوا من يمي عطاوي، قاموا 25 ورقة و40 ورقة و24 ورقة و10 أوراق، صارت 99 ورقة. صاحبي جبته قعد وياهم وطاهم 6، وقال لهم وسام مطيكم دفتر هاي 7. رجعوا برا فترة قلت لهم يا بعيني أنتم في هاي الفترة أني مطيكم لوري ومطيكم كوستر وكاتبكم على البيت، رجعوا لي هسه غراضي لأن صاحبي سددكم الفلوس. قالوا لا غراضك راهن والبيت بعدك أنت قاعد بي، فأنت أطلع من البيت. بهاي الفترة قلت له شلون أطلع من البيت؟ قال أطلع من البيت لأن الفلوس جايبينها بالفايز إحنا، والعطاء اللي طيتها ما مشمولة. يا قلت له شلون ما مشمولة؟ أنا مطيك فلوس وهاي قدام عالم وشهود وقدام كذا. زين قلت له زين اعطيني اللوري والكوستر. قالوا اللوري والكوستر دبوهن على واحد فرد من العصابة مالتهم. أنت ماخذ الفلوس بالفايز وسام؟ أستاذ نجم وسام أنت الفلوس اللي أخذتهن بالفايز لو دين؟ لا فلوس دين، الولد ما اخذهم فلوس دين. طيب واسع اقول لك احنا ما اخذين فلوس بالفايز بعد هسه. لا هم بعدين ابتلوا هالشكل استاذ. زين هسه هاي قضيه بيناتكم اثنيناتكم. نعم استاذ ما لنا علاقه بها قضيه. بعدين اي تطورت الامور، بقى هم يوميا يهجمون علي من فوج الثاني اللواء الاول اتحاديه عقيد كاظم موجود. عقيد كاظم كل ما يهجمون علي خطيه يطلع يقول لهم يابا هذا الولد ما خليته على حاله، اخذت غراضه اخذوا الياته هجرتوا للنجف ورجع من النجف وراح لعده الشخصيات بالنجف والتقى عده الشخصيات والشخصيات تبعوكم وانتم طلعتوا. هسه النتيجه يا وسام اريدك تختصر لي، سويت دعوه قضائيه؟ دعوه قضائيه مشيت. شو تقول بالدعوه؟ شو دعوه قضائيه؟ شنو تهمتك؟ مشيت دعوه قضائيه على الكوستر. اي سيدي القضاء ايش قال يا وسام؟ اخي وسام مو تكملني انا ما اريد استعراض. القضاء ايش قال؟ بعدين من تهجرت بهذا البيت الكبير تم الحرق على بنتي، بنتي قبل لا تتوفى بالمستشفى 4 جهات اخذت مالتها الفاضي. قالت لهم اللي هرقني قيس جبار عقب ويا رسول شايع سعدون. زين القاضي صدر امر قال قبض عليهم دعوه الماده 406. لون منين؟ نفسيتهم اهل الفلوس. زين القضاء صدر عليهم امر طبقية. القضاء صدر عليهم امر قبض، شنو الورا؟ الورا كضيت رسول كضيت ليال الاتحادية ذبيناه وين؟ بالمركز. زين يا مركز المكافحة ما جسر دياله. مركز جسر دياله هو سكنتهم بجسر دياله استاذ نجم. زين سيطروا علي من نطلع من المركز قاموا حتى سيطرات ينصبون لي. النوم صار تعاون بينهم وبين المعاون مال المكافحة الفجالة عقيد علاء بحيث يخلون مو واصل للمركز. النتيجة حلو. النتيجة الولد حاليا كان موقوف حولوه من الجنايات، من حولوه للجنايات القاضي طلق صراحة لأن ما حضر تاني ولا حضرت أمها ولا حضر أخوانها ولا حضر الشواهد لأن كنا مهددين. زين انتوا طلبوكم وما حضرتوا؟ احنا ما نقدر نحضر لان هم مسيطرين على المنطقه، هم مينيشيا مسيطره على المنطقه كامله. زين وقلت وانا قبل قايل لسيد القاضي قلت له سيد القاضي موجود عقيد كاظم امر فوج والفوج كليته شاهد لي وشواهده موجودين وعندي عده الادله عليهم وعندي اقراف عليهم وعندي تصوير عليهم. انت عندك ما يثبت انه هاي الاسماء اللي ذكرتها على ذمتك انه هم اللي نعم. حرقوا بنتك بالمستشفى؟ نعم هم حرقوا بنتي بالبيت بس احنا نقلناها للمستشفى وكيف تفادت بنتك الان. بنتك الان لما قالت نعم. فلان وفلان حرقني بحضور نعم. شهود
بحضور شهود؟ نعم استاذ. زين، بالمحضر الابتدائي في مركز الشرطة لما قمت نعم. عليهم دعوة ذكرت هاي نعم. الإفادة؟ نعم ذكرت الإفادة وجوهددوا الشهود بالمنطقة كلهم. زين، كم مرة تم نعم. تبليغك بالحضور للمحكمة وما رحت؟ تم تبليغي من كانت الدعوة على قضاء مالت المدان، بعدين بنتحول الجنايات ما كمل وما جاني التبليغ. زين، أنا أشكرك. لأن متعاون وياهم عقيد علاء معاون. أنا حبيب قلبي، أنا الأسماء الأسماء أنت تذكرها على ذمتك، الآن القضاء يسمع والمختصين الآن يسمعون. أنت أنا ما أعرف ملابسات القضية، لكنه أنا ما أقدر أهمل صوت الناس. أنت مطالب بأنه أنت تقدم ما عندك من أدلة، القضاء دز عليك. معقولة أنت كل هاي الأيام ما قدرت تطلع من بيتك؟ إخوان، يعني هاي القضية فعلا بيها كثير من التفاصيل. يقول لك أنه هاي الناس حسب الدعاء أنه هاي الناس متنفذة ما قدر يوصل للقضاء، وبالتالي أخذوا قرار. أنا أضع هاي القضية أمام السادة بالقضاء العراقي، ورقم تليفون وسام موجود، ومركز جسر ديالة ومركز القضاء. إذا عدتهم تفسير لهاي القضية أيضا نريد تفسير، لأنه القضية يقول أكو تعاون ما بين المكافأة هناك واجهزة الشرطة مع هذا المتهم. الأسبوع الجاي إذا أكو رد كان المفروض أن يكون أكو رد.